الله يعين اليوم مع هذا السايق، يعني كبير بالسن وما يعرف الأماكن وما يعرف شيء عن العرب غير كلمة دبي، حتى دبي ما أعرف شو هي. يوريكا هاوس أو منزل الكولونيل، صورة خارجية لمنزل الكولونيل. طبعا موريشيوس كانت احتلال فرنسي، وهذا احد قصور الرئيس الفرنسي اللي كان يسكن هني. استمتع وياكم بالمناظر. نتجه الحين الى كاسا سيد وترفل، الشلال الصغير. كان عبارة عن منحدر وفيه خطورة، وخليت العيال وبنزل بروحي للشلال. الحمد لله اني ما جبت العيال معي، كان جدا خطر. طريق ضيق جدا، اذا ما انتبهت له بطيح. لا الإسكاسيت، المصب الثاني للشلال وهناك المصب الأول، لكن للأسف ما في طريق، يعني هني ما في طريق وصلني لهذاك الشلال. واصل مغامرة. الشلال الكبير هناك، هني الصغير. عندي جوت البو ما شاء الله ممتاز، لكن مشكلته يزلق. دعواتكم نوصل، اطلع اوصل هناك عند العيال بالسلام. يا لسواس المغامرة، او بالاصح الضياع، تقريبا طعت. الاحظ بان موريشيوس ممكن تناسب الشباب مثل ما هي تناسب العوائل، وحين انا مع مغامرة تسلق الحصى والجبل. شوفوا خطورة المكان والحصى. الحمد لله، وهذا الشلال الكبير وصلنا له. الحمد لله وصلت لأقرب نقطة للشلال الرئيسي.